الشغل. ولكن قبل ان اتعرض لاتحاد الشغل نحب نقول كلمه على لوتيكا، منظمه الاعراف، اللي اليوم ما عملت ولا تحرك ولا تحرك من اجل حمايه المؤسسه والقطاع الخاص. على الاقل ما سمعنا منهم ولا كلمه بخصوص قانون استقلاليه البنك المركزي والسياسه النقديه المتشدده المعتمده من قبل يعني نعم البنك المركزي. هل يعقل كون قطاع خاص يقبل بنسبة فائدة مرتفعة ومرتفعة جدا، يعني عبارة على ذبحة القطاع الخاص؟ ولا حركة ولا بلاغ ولا انتقاد ولا موقف. كل ما خرجوا يعني في المدة الأخيرة كونهم يحتجوا على ترفيع الحكومة في الضرائب بالنسبة للسنة القادمة. يعني حتى المنظمة، يعني منظمة الأعراف، أصبحت هي بيدها غايبة. نجيو اليوم لاتحاد الشغل. اتحاد الشغل اتحاد اليوم الشغل، خليني اعطيك صحيح كلمه جندات، كلمه مقطع من كلمه السيد نوري طابوبي الامين العام اتحاد الشغل، اللي اعتقد قبل يومين في القصبه في الاحتفاء. شوفوا طابوبي نرجو قبل يومين فقط. نعم صحيح، الشعارات يلزمنا نرفعوها ايجابيه، ولكن نعرفهم باش يفهمونا، مش بالطريقه هذه. تزايد الاحتكار والتلاعب بقوه المواطنين ويوازيه التهاب الاسعار وتدني القدره الشرائيه التي انهكتها الزيادات الجنونيه، فافقدت الاتفاق الاخير في الزياده في الاجور قيمته واهدافه، علاوه على النقص الملحوظ والمتواصل في تزويد السوق ببعض المواد الاساسيه وارتهانها لدى اباطره الاحتكار والتهريب، وعمقتها سياسات الحكومه الهادفه الى رفع الدعم عبر الطرق الملتويه وغير المشروعه. بالله خلينا نحل قوس اخر سيدي، افهموا خلينا نجموش نستوعبوا باش نفهموا. اليوم حكومه مشات برنامج الى صندوق النقد الدولي، وتعرفوه صندوق النقد الدولي منشار هاب الطول اللي ضرب اني المكاسب، وعنده معناها الطبقه العامله والمواطن وكذا اخر الاهتمامات. فالحكومه كي مشات التو مازلنا نتبعوا، اعطونا باش مشيتوا، اعطونا خياراتكم. لا حياه لمن تنادي. اليوم السيد رئيس الجمهوريه الى يوم امس، ونثمن هذا الموقف بشوي بشوي، فيقول لا سبيل لتفويت المؤسسات العمومية ولا سبيل لرفع الدعم. الوزراء كل يغني على ليلاه، يقول لك اليوم ثم قرارات موجعة، وثم ناس تحكي تقول لك الشركات الاستراتيجية وانا المش الاستراتيجية، وثم ناس يقول لك توجيع الدعم الى مسحقية. شوف وكل الجملة وكل العنوان الإيجابي معناها انه كذا. فهموني، لكان الدولة التونسية ماش تحكي مع صندوق جنات. كلمتين، رئيس الجمهورية يحكي لا للتفويت لا للتفريط في المؤسسات ورفع الدعم، والطبوبية واضح الإجابة متاعه كاتب منشار صندوق النقد الدولي وسعود شاهق باختصار. أنا والله اليوم احنا في مقاربة عجيبة وغريبة، يعني رئيس الدولة المسك بكل السلطات، يعني الحكومة، يعني هو رئيس الحكومة، يعني يقول كونه لن نفوت في المؤسسة العمومية ولا مجال لرفع الدعم. باهي، لا مجال لرفع الدعم، اهو الارقام نتاع معهد الاحصاء اليوم شو تقول؟ كونه مشتقات الحبوب ارتفعت الاسعار نتاعها ب 15.5%، اش معناتها؟ يعني الدعم مازال موجود. الزيوت الغذائية ارتفعت ب 20.4%، اش معناتها؟ يعني ما شدوش الدعم؟ يعني انا نقول له رئيس الجمهوريه اقرا النشريات بتاع معهد الاحصاء، يعني معهد الاحصاء راهو تابع وزاره الاقتصاد، راهو تابع الحكومه نتاعك، يعني منين جابهم زعما معهد الاحصاء؟ جابهم من نعم. من قاره اخرى؟ يعني اليوم كيف يقول حاجه كيما انا كي نقعدوا دهشين. بالنسبه للتفويت في المؤسسات العموميه، لربما لن يتم التفويت بالمعنى التقليدي للكلمه، يعني تفريط التفويت في اصل الملكيه نتاع نعم. المؤسسه صحيح، ولكن تم التفويت في الخدمات المزداد من قبل هذه المؤسسات. اليوم كيف يتحايلوا
يعني المؤسسات المالية والنظريات يعني الليبرالية بتاع رأس المال العالمي نعم. والشركات العالمية تتحيل على الرأي العام الوطني في تونس وفي كل الدول اللي تتدخل فيها، يقول لك احنا ما حشناش بيه مثلا لوناس، ما حشناش بها بتاع تطهير المياه نعم والكل، نعم لا انا حاشي بالخدمات المائية، وتم التفويت في الخدمات المائية التابعة للوناس لشركة فرنسية وشركة يعني برتغاليه واعطوها لزمه. كيف كيف شركه الستاج تم التفويت في الخدمات اللي تقوم بها الشركه وخاصه انتاج الكهرباء من الطاقات المتجدده من الشمس، ورئيس الجمهوريه ذاته هو اللي وقع على 5 عقود لازمات لفائده 5 شركات اجنبيه. انا اقول له سيد الرئيس يا اخي اخي شو عملت انت واليوم تقول لا مجال، يعني شوف لنا يعني اليوم على اي حبل يعني قاعد تتحرك اليوم. وبالتالي اليوم المنظمه الشغيله اللي هي يعني في مواجهه حكومه ما تلقاش مين تشدها بالحق، ما تلقاش يعني اللي تحب تفرع بالامر معها 117 يا جنات لا تحتاج الى كثير تفكير. رئيس الجمهوريه بالامر 117 نفسه اللي عمله هو المسؤول، ما ثمش حكومة بودن، ثم حكومة الرئيس سعيد، ما ثمش حكومة أخرى. هو سيد رئيس الجمهورية في الليل يمضي على القرارات وفي الفجر قديش وقته يمكن بعد شوي يسب المحتكرين فيرجع.